السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا سارة بوزير وسأشرح لوحاتي التي شاركت بهم بتحديات خيال. اللوحة الأولى تحت عنوان رغبت بأن أعيش خيالهم وأن أترك واقعي. للتحدي الأول تخيلوا أن كل الناس يسمعون ما يجول في ذهنك. أنجزت ببرنامج بين تول ساي واستعملت تابلت واكم أنتوس على لابتوب اتش بي. اللوحة تعبر عن ردة فعل المجتمع اتجاه أفكاري في حال استطاعوا سماعها ورؤيتها. مجتمعنا مجتمع واقع جدا، من الصعب لا تقبل خياله والأفكار الجديدة، ولطالما كان عقلي مليء بها، ولي أصدقاء خياليون يعيشون معي داخل عقلي سواء دمى أو وحوش أو بشر. في حالة استطاع الجميع سماع أفكاري ورؤيتها سأواجه متاعبا كبيرة، فسأجبر على أن أعيش خيالهم الذي هو عبارة عن واقع بالنسبة لي، وأن أترك واقعي الذي هو عبارة عن خيال بالنسبة لهم. وكما هو واضح العبارات المحفورة على كل ذراع، كن كالآخرين، كن واقعي، استيقظ. هذه العبارات التي لطالما ما سمعتها ولا أزال أسمعها بسبب أفكاري وخيالي الذي لا يناسب أفكارهم. اللوحة الثانية تحت عنوان ساحرة السماء. للتحدي الثاني تخيل لو صرت تملك قوة خارقة. أنجز تدويا بأقلام تحضير ساكورا وألوان كوبيك على كراسة كانسل سكتش. بالنسبة لي لطالما تمنيت أن أكون ساحرة، تخيلوا ولشدة حبي للفضاء والنجوم، لطالما تمنيت لو بإمكاني دمج سمائنا بالفضاء البديع وتكوين غيوم نجمية ملونة تمطر بكل خير لتعالج المرضى وتسعد الناس وتزيد من التفاؤل. الساحرة هنا استطاعت الاستفادة من قواها الخارقة في دمج السمائين، بأن تعالج الحيوانات والنباتات المريضة، وأن تكون غيوما كما ذكرت سابقا مليئة بكل ما هو خير لتمطره على كوكب الأرض. اللوحة الثالثة صورة التقطت 19 من أكتوبر عام 2030 باجتماع معاهد السلام بين المملكة العربية السعودية وكوكب زحل. التحدي الثالث تخيل أنك استيقظت في عام 2030. أنجزت يدويا بأقلام تحضير ساكورا وألوان كوبيك على كراسة كانسل سكتش. أتخيل نفسي إذا استيقظت في 2030 أنني في وسط اجتماع مع سكان كوكب زحل، كتابة معاهدة سلام بيننا وبينهم، وتوطيد علاقتنا مع سكان الفضاء. وهنا أنا كسفيرة المملكة العربية السعودية مع أمير جنوب زحل وأمير جمال زحل المحترمين.